السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan pertama. Soalan pertama dari surah An-Nisa ayat 134 juzuk yang kelima muka surat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا عليما وكان الله سميعا بصيرا. Sambung kemudian teruskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-A'raf ayat 80 juzuk yang ke-8 muka surat 160. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أولانكم ينتسكن. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. حسبك. Soalan yang ketiga, Surah Al-Isra ayat 77 juzuk yang ke-15 muka surat 290. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Sambung kami teruskan. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. حسبك. Soalan yang keempat, Surah Al-Anbiya ayat 29 juzuk yang ke-17 muka surat 324. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولانكم ينتسكن. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, begitulah tadi kita baru sahaja diperdengarkan hafazan oleh saudari putri Aminah binti Muhammad Hanif. Beliau merupakan peserta kategori 1 hingga 20 juzuk mewakili negeri Kelantan Darun Naim.